ترسيخا لثقافة الحفاظ على البيئة والمحيط ولضمان دخول دراسي في محيط ملائم، انطلقت من دائرة بيرجير بوهران وعلى غرار كافة ولايات الوطن حملة تنظيف وتزيين 74 مؤسسة تربوية تحسبا للدخول المدرسي المقبل تحت شعار دخول مدرسي في محيط نظيف. العملية نتاع اليوم تدخل في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العمومية فيما يخص التحضير للدخول المدرسي 2023-2024 من خلال القيام بعملية استدراكية للعمل اللي كان شرفت عليه مصالح الدولة طيلة الفترة الصيفية بتحضير لجو مريح لدخول أبنائنا وزملائنا وإخواننا في قطاع التربية. العملية الثانية لتنظيف المدارس عبر محيط بلدية بيرجير وين عندنا 74 مدرسة، يعني قمنا بتنظيفها منذ شهرين من اللي بدينا في هذه العملية هذه، واليوم العملية الثانية انطلقت في داخل الحرم المدرسي يعني داخل المدرسة. وتشمل هذه الحملة القيام بعملية التزيين الأقسام وساحات المدارس، إضافة إلى إعادة الاعتبار للمساحة الخضراء في المحيط المدرسي وطلاء جدرانها الخارجية من خلال تزيينها برسومات تحمل رسائل هادفة. عملية النظافة راي في ما نقدرش مست اليوم، وإنما كانت متتالية، يعني كانت خلال شهر جويلية وشهر أوت وكذلك اليوم، يعني كانت الأسبوع الماضي وكذلك اليوم، اللي مست جميع الأركان بما في ذلك الأقسام، الجانب البيئي، النباتات، الأشجار، يعني كل شيء الحمد لله. ماذا بينا تاني يزيدوا الأولياء تاني يزيدوا يعاونوا، يعاون باللي نجم عليه، والنظافة هذه مليحة لأولادنا، وإن شاء الله هذا الدخول المدرسي يكون خير من العوام اللي فاتوا. وتتواصل هذه الحملة إلى غاية 18 من الشهر الجاري بمشاركة كل من البلديات وفعاليات المجتمع المدني من جمعيات ولجان أحياء وجمعيات أولياء التلاميذ.